وفي هذا الصدد أكد الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد نجاح مملكة البحرين في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي في ظل الظروف الاستثنائية بفضل الجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. لا ننسى أن عراب حلبة البحرين الدولية والرجل الذي استطاع أن يدخل رياضة الفورمولا واحد إلى منطقة الخليج وحول البحرين حلبة بحرين إلى موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. ما يحصل اليوم في البحرين هو مسيرة ممتدة للنجاحات التي حققتها حلبة البحرين الدولية من خلال استضافة هذا الحدث العالمي الكبير. تقام هذه البطولة أو هذان السباقان في ظل ظروف جدا صعبة هي جائحة كورونا. البحرين دخلت تحدي وبإذن الله هي تمضي للنجاح فيه بفضل جهود الأمير سلمان بن حمد. ستقام جولتان في البحرين، الإشادات الكبيرة من قبل الفرق العالمية المشاركة بخصوص استعدادات مملكة البحرين وطريقة تعاملها مع جائحة كورونا وكيف كانت الإجراءات يعني سلسة وسريعة.